معنا الآن دكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر. دكتور أهلا بحضرتك على هوا راديو 90 90. استاذة ياسمين، اهلا أهلا بيكي. بحضرتك، مساء الخير على كل مستمعينك مساء الخير الكرام. على حضرتك. كيف تابعتي المشهد الانتخابي حتى هذه اللحظة؟ انا تابعت المشهد الانتخابي في اللفة على جميع محافظات مصر النهارده. يعني النهارده كنا في محافظة القاهرة، خلصت محافظة القاهرة ونزلت محافظة الدقهلية. عايزة اقول لك زخم شديد جدا في كافة اللجان الانتخابية. الشعب المصري يمكن، يعني أنا كنت شايفة المشهد بالتأكيد بعد خروج المصريين في الخارج، والمشهد الرائع اللي هم يعني قدروا يرسموه في الأيام اللي فاتت. كنت متوقعة إن المصريين في الداخل هيبقى عندهم الغيرة وهيكونوا بالتأكيد يعني مشاركين وبقوة. بالفعل هم كانوا مشاركين النهارده بقوه. النهارده اليوم الاول يمكن منذ الساعات الاولى كان المصريين في الشوارع بعربياتهم، اعلامهم، اطفال نازلين في الشوارع معاهم. لا، في ولاء وانتماء فعلا، حاسين بان البلد محتاجه لهم في هذا الوقت اللي احنا بنعتبر ان هو يعني في تحديات كثيره جدا في هذا التوقيت. مشهد كان رائع بجد في كل يعني في المحافظتين اللي انا نزلتهم النهارده او اللي انا قدرت انزلهم. يعني لو عندي كانت القدره ان انا اروح اكتر من محافظه النهارده عشان ازورها كنت رحت زرتها انا وشباب الحزب والمرأه في داخل حزب مصر اكتوبر. لكن من بكره ان شاء الله برضو احنا هنلف على باقي المحافظات. هنشوف بعنينا. يعني انا بقول لك بعنية، مش سمع بس انا او بارقام انا سمعتها، لا يعني بعنية انا شفت مشهد فعلا حضاري، عرس ديمقراطي بالفعل. الناس موجوده في الشوارع، كل الناس بتساعد بعض، اللي مش عارف لجنته في اماكن. يمكن الاحزاب يعني ضربت مثل جيد جدا النهارده بان هم كلهم متواجدين بشبابهم بتنظيمهم كافه الادوات اللي معاهم علشان الناس تعرف لجانها. لا، كان في مشاركه جميله جدا بصراحه، وكل على قلب رجل واحد زي ما بيتقال. كل مجتمع ومن الناس هو المتوايه سياسيه بالفعل حدثت لشعب مصر، وده ساهم في الدوله المصريه خلال الفتره السابقه بمختلف الفئات. حاليا بنتكلم ان كل واحد ليه مسؤوليه خلال الفتره اللي فاتت في توعيه المواطن باهميه المشاركه في العمليه الانتخابيه. دور حزب مصر اكتوبر كان عامل ازاي حتى نصل لهذه الصوره النهائيه في المشاركه الايجابيه بالعمليه الانتخابيه 2024؟ احنا بدانا اول حاجه بان احنا نعمل نموذج للمحاكاه، لفينا بيه كل محافظاتنا او اماناتنا اللي موجوده في المحافظات. نموذج المحاكاه كان بيوريهم ازاي يقدروا ان هم ينتخبوا ويخشوا اللجان الانتخابيه. وعملنا قضاء وابتدينا ننزل في المحافظات نعلم ونوعي الناس البسيطه ازاي تنتخب. بعد كده ابتدينا ننزل برضو للناس يعرفوا فين اللجان بتاعتهم. الفتره الاخيره ابتدينا ايضا ان احنا نجمع الشباب علشان التنظيم مهم جدا واللوجيستيك مهم جدا. هنساعد الناس امام اللجان ده، عملنا اكتر من بروفا على ازاي يقدر ان هو ينزل في الجزء التنظيمي تحديدا. يعني